ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معايا في قناتكم نوال تي في شانيل. نتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وعلى خير وبخير. اليوم أقترح عليكم إن شاء الله وصفتين، وصفة ديال شهدة مالحة في الفرن بحشوة لذيذة تعجبكم وتعجب وليداتكم، أو بانيه في الفرن محشو ومرافقة مع تحلية بالخوخ. بما أننا في موسم الخوخ، تحلية لذيذة بسيطة سريعة كتجي منعشة. نتمنى ان شاء الله تجربوها تعجبكم وتجربوها. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنبداو ان شاء الله بالعجين. غنحتاجوا ليه جوج الكؤوس ديال الماء، كاس العنبه ما يعادل 400 مليلتر، غنحتاج نص كاس ديال الزيت، غنحتاج واحد الياغور طبيعي، غندير ملعقه ديال الخميره حبيبات، غندير ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات، غنضيف ملعقه صغيره ديال الهريسه، شويه ديال الزعتر ما يعادل نصف ملعقه. نخلط هاد المكونات شويه يتفاعلوا، غنضيف الملح، الملح كيبقى على حسب الذوق، غنضيف الطحين، غنضيف 4 الكؤوس ديال الدقيق الابيض ما يعادل 400 غرام، كاس ديال دقيق الفينو. بسم الله. غندي هاد المكونات يتعجنوا. من بعد ما تعجن العجينه كتجي على هاد الشكل اللي شفتوا معايا، لينة كتجي كشويه كتلصق باليد، مش تجينا مفشفشه، ما تكونش قاصحه. غنغطيها وغنخليها تخمر تقريبا الساعه 45 دقيقه على بيد ما وجدت الخليط ديال الكفته. بالنسبه للحشوه اللي غنستعمل لهاد لي بانيه، عندي هنا الكفته، استعملت هنا 500 غرام، حبه واحده كبيره ديال البصل، جوج حبات متوسطه ديال الخيزو، عندي القرعه محكوكه، ثلاثه الفصوص ديال الثوم، عندي نصف ملعقه بابريكا، نصف ملعقه ديال الزنجبير والزنجبيل، ربع ملعقه ديال الابزار، نصف ملعقه حمراء، ربع ملعقه ديال الاعشاب المنسمه، ثلاث المعالق كبار ديال لاشابلوغ، غندير شويه ديال الهريسه، غنضيف الملح ونخلط هاد المكونات كاملين. بسم الله. شفتوا معايا من بعد ما خلطت الكميه تبارك الله شحال كتجي، كتعطي كميه وفيره جدا. غنبدا نشكل كويرات، الكويرات ديروهم على حساب الحجم ديال لي بانيه اللي بغيتو تحصلوا عليهم. شفتوا معايا الحجم ديال الكره، تقريبا يكون فيها 35 غرام. من بعد ما اختمرت العجينه كيف ما كتشوفوا، نحاول نفرغها من الهواء، تحدايا طبيصير في الزيت، ندهن يدي بالزيت ونبدا نشكلها كويرات كي قلت لكم على حساب الحجم اللي بغيتو. انا قلت لكم نديرهم متوسطين شويه صغارين. عندي هنا المول اللي كيدخل الفرن، ممكن تختاروا الشكل اللي بغيتوا او لاطه ديال الفرن، فرش ورق الطبخ. انا دهنته بالزبده. عندي شويه الزيت نديرو باش يسهل عليا انني نشكل هذا البانيه ديالي. ناخذ كويرات العجين، هاد الجوانب نحاولوا نرقوهم، وشويه الوسط نخليه غليظ باش ما تخرجش لي الحشوات. فكاع ناخذ كره ديال الكفته ونلف هاد الجوانب ديال العجين على هاد الشكل. غندخلهم الفرن، ما كيحتاجوا ليه يخمروا مره ثانيه ولا والو، ما غندهنهمش دابا، غندخلهم الفرن تقريبا 4 ساعه حتى تبان القشره ديالهم، ماشي تحمرت تيلمو، المهم يبست القشره ديالهم. نعاود نخرجهم باش ندهنهم بواحد الخلطه. من بعد ما خرجتهم من الفرن، انا خليت الجنب فات فيه تحمر بحق معليش مازال ما كملش الطياب ديالو، نتوما حاولوا تخليوه محمرش بحال هكا. عندي هنا في هاد الزلافه جوج معالق ديال الزيت، جوج معالق ديال صلصه الطماطم، جوج معالق ديال الياغورت طبيعي، والسكر، وغندهنوا بهم الوجه ديال لي بانيه. من بعد ما دهنتهم كاملين غنرجعهم للفرن تقريبا 10 دقائق يتحمروا، غنرشهم بالفرماج شي 5 دقائق، نخرجهم نرشهم بالفرماج ونرجعهم عاود 10 دقائق ما بين ما يتحمروا شويه، وندير لهم الفرماج ونقدمهم. من بعد ما تحمر الوجه ديالها، بعد ما درت لها ديك الخلطه، درت ليها رشيتها الفرماج وشويه ضربيع، خرجتها كتجي على هذا الشكل. هاد البانيه معمر بالكفته او ممكن تسميوها فطيره مالحه، كتجي لذيذه ورائعه. وشفتوا معايا الخضره، كفته كنديروا فيها الخضره كتجي صحيه للوليدات. تقدموها في العشاء مرافقه للشوربات، او الغداء ايضا مرافقه مع السلطات. اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم.
نوريكم هذه الكفته كيفاش كتجي من الداخل. شفتوا معايا كتجي مهويه العجينه، ما تجيش فيها العجينه بزاف. شفتوا معايا الطبقه ديال العجينه رقيقه. اكيد ان شاء الله الا جربتوها غتعجبكم وغتعجب وليداتكم. ما تنساوش تبارطاجيوها مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى، وتفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودابا ندوزو نحضروا الوصفه المواليه. بسم الله على بركه الله. غنحتاج لها تحليه الخوخ، نصف لتر ديال الحليب، عندي 3 المعالق ديال السكر حبيبات، السكر كيبقى على حسب الذوق، 3 المعالق كبار ديال النشا او مايزينا، عندي 5 الحبات ديال الخوخ تقريبا ما يعادل نص كيلو اللي مغسول، عندي 1 الجبنه او ممكن تعوضوها ياغورت بنكهه الخوخ. بسم الله على بركه الله. نبدا نخلط هاد السكر النشا والحليب. من بعد ما خلط السكر والنشا مع الحليب حتى نسجموا ليا، غنردها فوق النار. شفتوا معايا بدات كتختال، غنتظر عليها شويه شي دقيقه ولا هذا ونزول. من بعد ما زولت الكريمه فوق النار شفتوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالها. واخا كيبان لكم دوك التكتلات كلشي غادي يتطحن، غنضيف 4 القطع ديال الشوكولاته البيضاء زائد هاد الجبنه. شفتوا معايا الخوخ قسمتو لجوج، تقريبا 2 حبات ديال الخوخ قطعتهم هكا، غنزيد عليهم عصير الحامض، غنضيف هاد الخوخ وغنطحن هاد المكونات كاملين. من بعد ما طحنته غنصقو في الكؤوس وغنخليهم على جنب ياخذوا حراره المطبخ، حتى ياخذوا حراره المطبخ ونديرهم في الثلاجه يبردوا باش نزين هاد الخوخ. غنعسلو، شفتوا درت عليه قطرات الحامض باش ما يكحلش. غندير معاه ملعقه جوج معالق عفوا ديال المربى ديال الخوخ. ودابا غندوز نحضر معكم ديك الطبقه اللي غادي نزين بها. قلت لكم عندي معلقه كبيره عامره مع هاد جوج خوخات عصير الحامض اللي شفتوا درت فيه، وجوج معالق كبار عامرين ديال الماء. غنخليه يغلى فوق النار. من بعد ما غليتها كيف ما كتشوفوا معايا غنضيفها فوق من هاد الطبقه. شفتوا معايا من بعد ما كتكون تماسكت. وهذا هي التحليه ديالي او ياغورت بالخوخ، تحضير منزلي قدمته دين بسيط جدا. زينته باش نقاسي هاد اللون اورانج ديال الخوخ، وضعت فيه حبات ديال حب الملوك او سوريز. شفتوا معايا كيفاش كيجي، كيجي جميل في المنظر وايضا كيجي عاقد كيف ما شفتوا معايا. نوريكم القوام ديالو، كيجيش قاصح وكيجي كيجي كريمي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها. شفتوا غير مكلفه، خاصه تبارك الله الخوخ دابا موجود. الا بغيتوا يجيكم عاقد اكثر، بالنسبه لي انا جاني كيجيني هو هذاك، بغيتوا عاقد اكثر ديروا حتى 5 المعالق ديال النشا. شحال ما كثرتو النشا غادي يجيكم عاقد. انا كيعجبني يجي كريمي، كيجي لذيذ منعش خاصه في هاد الحراره. الله يرحمنا. نتمنى ان شاء الله كيف ما قلت لكم تجربوه. ومرحبا بكل من اشترك في القناه مؤخرا، وشكرا لكل التطبيقات اللي كتشاركوا معايا واللي كيزور القناه لاول مره وعجبو المحتوى ديالها. ما تنساش تشارك معنا وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد. والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.